بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلام الله عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمته تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم كلام من القلب. وفي أفياء ذكرى غزوة بدر التي كانت في 17 من شهر رمضان المبارك في السنة 2 من الهجرة، في أفياء هذه الذكرى المباركة يحلو لنا أن نتحدث، يحلو لنا أن نعيش، ويحلو لنا أن نقطف من ثمار هذا البدر العظيم في سماء الأمة من أول تاريخها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الأحباب، تعلمون وأنا لا أحب دائما أن نكرر التاريخ. نحن درسنا عن غزوة بدر في صغرنا، في طفولتنا، في دروس التربية الإسلامية، ونحن جميعا نعلم أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنوه في أن يتعرضوا لقافلة، لعير جاء لقريش على رأسه أبو سفيان. وحكى القرآن القصة: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. القافلة أو الظفر، أو الظفر في معركة تخضدون فيها ريح قريش وتهزمونهم شر هزيمة. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. نعم يا إخوة، هذه مشيئة الله عز وجل، ولنا فيها درس عظيم اليوم. يا إخواني، علينا ألا نخفض سقف همتنا، علينا ألا نستهين بأنفسنا، بل لابد أن نطلب المعالي مهما كانت مكلفة. ومشكلة الأمة اليوم، مشكلة الأمة منذ قرن من الزمان، أنها استهانت بنفسها فهانت على عدوها، هانت على عدوها وهانت على ربها جل في علاه. الأمة التي لم تعد وقفت عن الإعداد، الأمة التي استمرأت الدعاء، الأمة التي رضيت بالدون، الأمة التي أصبحت لعبة الأمم، الأمة التي غابت عن الإعداد والاستعداد لأنها رفعت شعار كف ما بكات المخرز. نعم أيها الإخوة، وترون أن بدرا كانت أحسن مثال للكف الذي قاتل مخرزا. 313 رجلا واجهوا ما بين 900 إلى 1000 مقاتل من قريش. لماذا؟ واجهوهم بإيمانهم، فكانوا لا أقول أكفاء لهم، بل كانوا أعظم منهم مضاء واستعدادا وقوة وشكيمة، وكانوا على أرض الواقع أعظم دليل على أن الأمة التي تريد يكون ما تريد بإذن الله تبارك وتعالى إذا استعانت بهذا الإله العظيم. يا إخواني، عشنا أكثر من 70 سنة، ها نحن نعد 72 سنة على ضياع فلسطين في عام 1948، ونحن نقول نحن أمة مستضعفة، والمؤامرات أكلت الأمة، واجتمعوا على الرجل المريض الدولة العثمانية، وغلبوا عبد الحميد الثاني على نفسه، ولكن الأمة لم تكد تفعل شيئا. الأمة حينما تعجز تلجأ إلى مجلس الأمن وإلى عصبة الأمم زمان. ماذا عن طاقاتك أيتها الأمة؟ ماذا عن شبابك؟ ماذا عن نسائك الفضليات؟ ماذا عن الطاقات التي يفجرها الإيمان الحقيقي؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. ونحن دائما في مثل هذه المناسبات نكرر أنه قلما واجه الحبيب صلى الله عليه وسلم عدوا كان المسلمون أعظم منه عدة وعددا، قلما، إلا في حنين
ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. هل غابت هذه المعاني عنا؟ نحن كلما احتفلنا ببدر في كل عام نذكر هذه المعاني، فما بال هذه الأمة لا يكون منها ما يكون. يعني أنا أقول لكم، حينما أرادت الأمة مثلا أن تقاوم الكورونا وأعدت لذلك عدة، كانت الأردن أنموذجا يحتذى، وتحدث عنا يعني المتحدثون على مستوى العالم كله وشكروا تجربة الأردن لأنه توافرت العزيمة. صحيح أن هناك في الطريق أخطاء، ومن شأن الإنسان إذا عمل أن يخطئ وأن يتعلم من خطئه، صحيح أن تجربتنا ليست كاملة، ليست كاملة الأوصاف، ولكننا حاولنا واستطعنا أن نحصر المرض أكبر درجة من الحصر، لأن الإرادة توافرت. فلو أن إرادة الأمة كل الأمة توافرت لرد العدوان وللوقوف بشموخ أمام ظلم الظالمين واعتداء المعتدين وافتراء المفترين لكان حالنا غير هذا الحال. هذه حقيقة، هذه حقيقة. حتى سياسيين الكبار، السياسيين الكبار وصناع القرار والمؤرخين يحاولون أحيانا أن يذروا الرماد في العيون وأن يقنعوا الناس بأنه هذا هو الأمر الواقع، حتى وهم يتحدثون عن العدو الصهيوني. واليوم أصبح في أصوات تنادي بيقول لك يا أخي إسرائيل بين قوسين أمر واقع، إسرائيل أمر واقع ولا تستطيع إلا أن تعترف به. من قال لكم ذلك؟ هل كانت قريش أمرا واقعا فرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تعرض عليه كل المغريات، حتى قال لها والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه؟ هذه العزيمة، لو امتلكنا عشر معشار هذه العزيمة ما بقيت فلسطين محتلها إلى هذا اليوم. ولذلك يا أخواننا، نعم، عندما تتوافر العزيمة، عندما تتوافر الإرادة، يكون هذا العز وتكون بدر حقيقة، بدرا في سماء الأكوان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. حقيقة الشورى التي تجلت في غزوة بدر في أكثر من موطن، الحبيب عليه الصلاة والسلام شاور أصحابه في أصل اللقاء، فقام مهاجر فأبدى رأيه وكان موافقا على القتال في سبيل الله، ثم قام مهاجر آخر فمهاجر ثالث، والنبي يقول يعني هل من متحدث؟ هل فقام زعيم الأنصار سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله كأنك تقصدنا. وهذه أول تجربة للأنصار في صدقهم بالتحالف مع الحبيب عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه والردء عن صفه وصف الدعوة الإسلامية. يا رسول الله كأنك تقصدنا. قال نعم. قال يا رسول الله إنا لصبر عند اللقاء، صدق عند الحرب، امضي لما أمرك الله، فوالله لا يتخلف منا رجل واحد، لعل الله يقر عينك، يريك منا ما يقر به عينك. يفرح المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه المشورة وبهذا الرأي، ولكنه عليه الصلاة والسلام يكمل الطريق في ضرب المثال بالزعيم، بالقائد الملهم الموحى إليه الذي لا يستغني عن المشورة. أرأيت إلى الحباب بن المنذر إذ يرى المصطفى صلى الله عليه وسلم يحط رحال الجيش في مكان، والحباب ينظر إلى عين ماء بدر فيقول يا رسول الله أهي الحرب والمشورة والخدعة أم يعني هو الوحي؟ أم هو الوحي؟ فيقول بل هي الحرب والمشورة والخدعة. فيقول يا رسول الله إني أرى أن ننزل عند عين ماء بدر فنشرب نستقي
ونمنع قريشا من أن تشرب. فاستجاب الحبيب عليه الصلاة والسلام لهذا الرأي، وكان ماديا أحد أسباب النصر المؤزر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. ترى نحن في عالمنا الإسلامي كله، في 56 دولة التي تشكل منظمة العالم الإسلامي كله، ما حجم المشورة عندنا؟ أم إن كبراءنا يرفعون شعار من قال شاوروهن وخالفوهن؟ يعني إحنا بفضل الله أغلب دولنا فيها مجالس شورى، ولكنها ليست ملزمة. حتى ولو كانت دستوريا ملزمة، إلا أن الحاكم يستشير ويخالف، يخالف لأجل هواه، يخالف لأجل يعني معادلة دولية لا يستطيع الخروج عنها، لأنه أسياده بعدين بكحشوه، أسياده بعدين بكحشوه. لا أيها الإخوة، محمد عليه الصلاة والسلام ضرب أروع الأمثلة وهو يوحى إليه، وكان بالإمكان عن طريق الوحي أن يسير المعركة، والملائكة نزلت على قولين، على قول بأنها شاركت في المعركة، وعلى قول بأنها دعمت المسلمين معنويا ونفسيا، ولسنا بصدد الترجيح هنا، لكن الملائكة نزلت والوحي موجود، وكان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم إزاء هذا أن يستغني عن المشورة، ولم يفعل، ليعلم أمته إن الشورى أحد أسباب النجاح، أحد أسباب الظفر، وإن الدكتاتورية هي الهزيمة. الدكتاتورية في حد ذاتها هي الفناء. الدكتاتورية وحكم الرجل الواحد ودولة الرجل الواحد ويعيش فلان ويموت سواه، هذا المبدأ هو الذي قتل الأمة منذ كان الحكم العضود. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، ورغم أن الحق تبارك وتعالى وعد النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الحسنيين وفاتت العير، القافلة نجت، إذن لم يبق إلا النصر، لكن الحبيب عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم القادة من بعده، وأراد أن يعلم الجند من بعده، أراد أن يعلم الأمة كيف تربط حبالها بالله. والصحابة يبنون له عريشا يلجأ إليه عليه الصلاة والسلام ويأخذ بالدعاء حتى يسقط رداؤه عن كتفه الشريف وهو يقول: يا رب يا رب، إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. ألم يكن عليه الصلاة والسلام على يقين من النصر؟ ألم يكن عليه الصلاة والسلام على يقين من ربه؟ بلى كان، لكنه أراد أن يعلمنا درسا في اللجوء إلى الله. فالحاكم الذي يستبد برأيه، أو الذي يأخذ مشورة العباد ويترك سبب السماء، هو حاكم فاشل. الحاكم الذي لا يربط أمته بالله ورسوله وبالروحانية فاشل. أرأيتم إلى هذا القائد العظيم صلاح الدين الذي يزور مخيمات الجند فيجد خيمة نائمة لتتقوى على القتال في اليوم التالي؟ قال: إن نؤتى فمن هنا، لأن الخيم الباقية كلها واقفة تتبتل إلى الله وترجو الله النصر، وتقوم الليل راجية أن تكون أقرب إلى الله تبارك وتعالى. فلما يرى أصحاب خيمة النائمين يقول: إن نؤتى فمن هنا. هذه هي الفلسفة. الفلسفة: كم هو ارتباطك بالله، كم هو اعتمادك على الله، كم هو تقويك بهذا الإله، خصوصا إذا كنت تعلم أنك بشر ضعيف، قد يؤتى من قبلك مهما كان تخطيطك سليما، ومهما كان محبوكا، ومهما كنت فيلسوف زمانك في هذا التخطيط العسكري، إلا أن التوفيق هو توفيق الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده. طيب، تعالوا إلى فاصل قصير ثم نعود بعده، فلا تذهبوا بعيدا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات من جديد في برنامجكم كلام من القلب، وما زلنا في بدر دروس وعبر. أيها الأحباب، حينما وقف الحبيب عليه الصلاة والسلام
على رأس جيش من 313 رجلا ليقابل نحو 1000. لم يحسب حساب الكثرة ولا القلة، إنما استمع إلى نداء ربه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهذا يصعب على أهل المادة المغرقين في المادة أن يفهموه. ابتوع النظريات الحربية بيقول لك: يا عمي أنت غير مؤهل لمقابلة هذا العدو، عددك أقل وسلاحك أقل واستعدادك أقل، كيف بدك توقف أمام هؤلاء الناس؟ مع العلم إنه هؤلاء الماديون من الخبراء الاستراتيجيين والعسكريين ما تعلموا من دروس الزمان، لا تعلموا من بدر، ولا تعلموا من اليرموك، ولا تعلموا من حنين، ولا تعلموا من مؤتة. يا إخوان، حينما تتحدث مثلا عن مؤتة ونحن في ظلال بدر موصولة بفتح مكة، موصولة بفتح مكة، أنت حينما تتحدث بينهما عن مؤتة اللي كان فيها 3000 مقاتل من المسلمين مقابل 200,000 من علوج الرومان وأنصارهم، 100,000 روماني ومئة ألف نصراني عربي، تخيل 3000 يخرج خالد بن الوليد من بين براثن كماشتهم سليما، لم يقتل، لم يستشهد من المسلمين إلا القادة، إلا 12 رجل والقادة، يعني هذا شيء ألا تدرسونه أيها الماديون؟ وهم يدرسون كثيرا من وقائع التاريخ الإسلامي، لكنهم غير معنيين في أن نفهم الدرس. إنهم يريدون أن نبقى الأقل، يريدون أن نبقى الأضعف، ولذلك يبثون في صفوفنا إنه 1+1=2، ويا عمي اللي ما بيحسب ما بيسلم. ولا يعرفون أن هذه الأمة تملك أعز ما يمكن أن يملك عاقل، وهو عقيدتها التي أمامه. اليهودي الصهيوني بيقول لك: ماذا أصنع مع شخص يخرج أمامي كل همه أن يستشهد، كل همه أن يستشهد؟ تخيل أحد زعماء الصهاينة بيقول: يعني لو كان هؤلاء المسلمون الذين يواجهوننا طامعين في الدنيا لكان طمعناهم بالملايين، لكان جبناهم قلت له: خذ لك هالمليون، خذ لك هالمليونين وحل عني. لكن يا عمي هؤلاء لا يغرون لا بمال ولا بنساء. هذا كلام حصل من قادة الصهاينة: يا عمي هؤلاء لا يغرون لا بمال ولا بنساء، لا بتقدر تقول له خذ لجيبتك، ولا بتقدر تقول له بدي أجوزك واحدة حلوة. إذا كان يخرج أمامي وصدره عار وهو يريد الجنة، فكيف أستطيع أن أقاومه؟ هذه هي الحبكة التي ينبغي أن يفهمها قادتنا العسكريون، والتي ينبغي أن يعدل العقيدة القتالية للأمة الإسلامية جميعا بناء عليها. نحن نريد فعلا ولا نريد أقوالا، نريد للأمة وهي تحتفل ببدر أن تعظم هذه القيم التي تجعل من المسلم أسدا هصورا أمام أعدائه، لا يلوي على شيء بل يقبل: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد أجلب الناس وشد الرنة، إلى آخره. إذن هذا المنطق لا يستطيع أن يقف أمامه أحد من أهل المادة ولا من أهل الحياة. خصمك يخرج لمقابلتك وهو يفكر بعروسه، ويفكر ببيته، ويفكر بالدراهم التي سيأخذها إذا رجع منتصرا، وأنت تفكر بالموت. وهذا هو منطق أبي بكر الله يرضى عنه: احرص على الموت توهب لك الحياة. ولذلك نحن أخذنا الحياة من بين براثن الموت. هذه حقيقة تثبتها بدر، وتثبتها كل الوقائع التي خاضها المسلمون. هل فكرت
في اسم المعركة. والله نحن علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفأل الحسن. فالمعركة حصلت في بدر، وبدر يعني اسم العين ومنطقة بدر. ونحن كنا ندرس في المدينة المنورة، كنا نذهب إلى منطقة بدر في الطريق القديم بين مكة والمدينة. يعني الحقيقة هي منطقة لعين ماء تسمى بدرا، والله أرادها أن تكون بدرا. وأنت أيها المسلم تستطيع أن تحول أحداثك كلها إلى بدر. أرأيت مثلا إلينا في سنة 68 عندما كانت يعني 68 أو 69 عندما كانت غزوة أو معركة المؤتة، معركة الكرامة، عندما كانت معركة الكرامة في غور الأردن، سميت باسم المنطقة التي كانت فيها أو دارت حولها، الكرامة في الغور. وكانت كرامة للأمة، والأمة هي القادرة على أن يكون في سمائها بدر لا ينطفئ، والأمة هي القادرة على أن تحافظ على كرامة لا تنتهي، الأمة هي القادرة على أن تكون صاحبة الكرامة وصاحبة الضوء وصاحبة الإنارة وصاحبة الهداية الحقيقية. ولذلك إذا انكمشت هذه الأمة عن معاني البدرية وعن معاني الكرامة فلن يكون لها لا بدر ولا كرامة. نحن ورثنا فضيعنا، باختصار ورثنا بدرا فضيعناها، ورثنا الكرامة فضيعناها واستبدلناها بصلح مع الصهاينة بعد أن كنا أصحاب اليد الطولى لما أردنا، ولما كان منا العزم، ولما كان منا المضاء ضحكوا علينا وقالوا يعني الخصومة لا يجوز أن تمتد أكثر، وعليكم أن تجلسوا مع عدو. أي عدو الذي أجلس معه؟ الذي ما زال يحتل أرضي وينتهك عرضي ويأخذ 78% من أرض فلسطين حلال زلال إله باسم دولة إسرائيل، وتريدني أن أجلس معه وشيك هاند؟ ما هذا المنطق المريض؟ ما هذا المنطق المريض؟ هذا ما ينبغي أن نتذكره ونحن نذكر بدرا أو نذكر حتى الكرامة. إخواننا الأحباء، 313 رجلا يتحركون بأمر قائد لا يعصون له أمرا، وأمتنا اليوم تشتكي من التمرد على كل صواب في حياتنا. مشكلة هذه الأمة أنها فقدت الثقة بقيادة راشدة. خلينا يعني الحقيقة نضع الأمور في نصابها. اليوم بتقول لك مثلا الحكومة عملت صندوقا للتبرعات، أقرت قانونا للزكاة، بقول لك يا عمي أنا لا أثق بالحكومة، الحكومة ممكن تروح فلوسي. الخلل مزدوج من الجهتين. الحكومة عليها أن تربي مواطنين يثقون بها، وهذا لا يكون إلا بالسلوك، إلا بالبرهان على حقيقة أنها مستحقة للثقة، فلا يخرج منها اختلاس ولا تضييع مال ولا استدانة بغير حق ولا هروب لبعض الأرصدة ولا توظيف بالمحسوبية ولا مشروع للتنفيع. بهذا وعلى مدى الأيام تكسب الحكومات ثقة الأمة، وعلى الأمة أن تبادل الحكومات ثقة بثقة. يا إخواننا الحقيقة أن خروج الأمة عن طاعة ولي الأمر له مفاسد كبيرة جدا. نحن غزتنا الكورونا كما غزت العالم كله، وبعدين إجت الحكومة بكل يعني بساطة وبكل إيجابية قالت للمواطن الداخل، للسائق الداخل عبر الحدود، قالت له اذهب إلى بيتك واحجر نفسك 15 يوم أو 17 يوم، وزي ما بيقولوا يعني حلفته بالله عليك ما تطلع، زي ما هذاك حلف أثيوبيا قال له بالله عليك ما تضر مصر، ها بتحلف يمين إنك ما بتضر مصر من السد اللي عملته؟ قال له بحلف. فصدقوا، وحكومتنا صدقت
السائق اللي قال خلص أنا بحجر نفسي ثم خرج. فكانت عدوى أكثر من 60 إنسان حتى الآن. حتى الآن هذا التمرد على أمر الدولة قابله بعض التسيب من الحكومة، لأنه الأصل أخذ العدة، الأصل الاحتياط، الأصل عدم الثقة بإنسان بسيط لا يعرف ما معنى أن يخالف. رأيتم كيف فعلت مخالفة الرماة في أحد حين خرجوا، نزلوا من الجبل يأخذون الغنائم، فانكفأت المعركة. وها نحن نعيش هذه التجربة في كل زمان وفي كل مكان أيها الإخوة. لابد من السمع والطاعة للحكومة ما دامت تأمرنا بالمعروف وما دامت تريد بنا الخير. فموضوع التمرد على هذا الحجر هو جريمة، ولو كنت مكان الحكومة لعمدت إلى سجن كل مخالف سجنا مؤذيا، سجنا يؤثر في صاحبه، لأنه لم يتق الله لا في نفسه ولا في الأمة، وعبث هذا العبث الذي يكاد يعيد البلد كلها إلى المربع الأول في محاربة الكورونا. الطاعة في المعروف هي أمر إلهي واجب، ومن عصى ولي أمره في المعروف فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث واضح: من عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. نعم أيها الإخوة الأحبة، قد تكون الحكومات ليست مثالية، ولكنها تأمر بمعروف لا يختلف عليه اثنان، فيجب علينا إطاعتها في ذلك، ولا يجوز مخالفتها، ومخالفتها تعد مخالفة لله ومخالفة لرسوله صلى الله عليه وسلم. تدرون أيها الإخوة، مشكلتنا في آخر دقيقتين نعرضها، نحن في عباداتنا كلها من أسف يستولي علينا أمر العاطفة أكثر من أمر الشرع الحنيف. أمر العاطفة، نريد أن نذهب إلى المساجد، ومن لا يريد أن يذهب إلى المساجد؟ والعبد الفقير إمام مسجد، يعني هذا المسجد أصبح جزءا من روحنا، ولما دخلت أنا لمرة من المرات أحسست بأن يعني الدنيا كلها تدور في لبعدي عن المسجد أياما طويلة لكن هذه عاطفة لابد للشرع أن يحكمنا. والشرع الحقيقة يلجم العقل، يلجم العقل. وأنا بسأل الآن سؤال حقيقة: هل نحن مستعدون لتغيير عاداتنا وتقاليدنا لنكون من أهل النصر؟ مش النصر على الكورونا بس، النصر على العدو الأكبر، العدو الظاهر. إذا كنا غير مستعدين لتغيير عاداتنا في التقبيل المباوسة، وفي تقبيل عاداتنا في المصافحة اللي هي أصلا سنة مؤكدة لكنها الآن محذورة ومحظورة، إذا لم نكن قادرين على تغيير واقعنا بأمر الشرع، فإن بدرا ستظل خافتة فينا. اليوم يعني جاءنا أكثر من مرة سؤال إنه أنا امرأة أريد أن أصوم مع الناس والموت مع الجماعة رحمة، فهل يجوز لي أن أخذ حبوب منع حمل لأؤخر الدورة فأصوم مع الناس؟ وأقول هذه عاطفة. أما الشرع فقد أراد الله لك أن تفطري أياما من رمضان، أراد الله لك أن تتمتعي بما خلقه فيك لأجل إتمام مهمة وهي الحمل والولادة، فلماذا تتمردين على فطرة الله وعلى السجية التي خلقك عليها الله تبارك وتعالى تعتدين عليها بهذه الحبوب التي أثبت الأطباء أن لها محاذير كثيرة؟ وعلى أرض الواقع تقع هذه المحاذير يا أيها الإخوة. من بدر حتى فتح مكة دروس في التاريخ وفي الجغرافيا وفي السياسة وفي الحكمة وفي الحكم وفي العقيدة وفي الفقه وفي المنطق، هذه الدروس كلها
تذوب في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإذا لم يكن هوانا تبعا لقال الله وقال رسول الله، إذا لم نقدم قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على هوى نفوسنا وشهواتها، فلا حظ لنا لا في تذكر بدر ولا في الإفادة من دروس فتح مكة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا تلاميذ هذه الوقائع الكريمة التي ما زالت بدرا في سماء الأمة حتى تلقى الله. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.